تعالوا نروح لموضوع مهم جدا. ترددت أنباء في الفترة الأخيرة أن جوزيه جوميز ما عندوش قناعات بمحمود بن تايج. الكلام اللي تم تداوله كده، ما عندوش قناعات، وأنه هو شايف أن محمود حمدي هو الباك ليفت، سواء بقى يبقى في ماتش السوبر أو في إفريقيا أو الكلام ده كله، لكن بن تايج مش داخل دماغه. حدثت النهاردة جلسة ما بين جوزيه جوميز وبن تايج بخصوص هذا الموضوع بناء على طلب اللاعب. هقول لك بالظبط بالنص، مش بالظبط بالنص، الحوار اللي دار ما بين جوزيه جوميز ومحمود بن تايج. بن تايج قال لجوميز: انا مستاء بشده، الاعلام يتحدث في مصر عن رحيلي بسبب عدم قناعتك بيه. انا بقول لك نص الحوار اللي حصل بينهم. هتقول لي: هو انت كنت قاعد معاهم؟ اقول لك احنا لينا مصادرنا برضو، احناش برضو سهلين يعني، بنعرف نجيبها يعني، يعني زمايلنا هنا في الاعداد شاطرين يعني من الاخر يعني. جوميز قال له: انا شفت لك تسجيلات والتعاقد معاك جاء بناء على موافقه شخصيه مني، يعني معنى كده ان انا عايزك. قال له: انا خارج مباراه السوبر ام انا في حساباتك؟ قال له: انت موجود معي داخل الفريق. كان بن تايج رده: انا ما عنديش مشكله لو طلبت فسخ التعاقد معي لعدم قناعتك بي وبإمكانياتي فأنا موافق. رد عليه جوميز وقال له: أنت مستمر ولن ترحل. ده قصة الحوار وقصة قفل الملف ده ما بين بن تايج وما بين جوزيه جوميز، لأن هو عنده حق، ده الكلام كتير اتقال إن هو ما عندوش أي قناعات ببن تايج، وهو شايف إن محمد حمدي آسف هو اللي هيلعب وهو اللي هياخد الفترة اللي جاية. عايز اقول لك بند برضو في موضوع محمد حمدي ده. محمد حمدي ده في تعاقده مع نادي الزمالك هو إعارة سنة. في بند غريب جدا انا مستغربه بصراحة يعني. في البند بيقول لك ايه؟ بينص العقد، عقد الإعارة اللي ما بين نادي الزمالك ونادي إنبي، على أن يدفع نادي الزمالك 5 مليون جنيه حال عدم مشاركة اللاعب في نسبة 40% من مباريات الموسم القادم. يعني اللعيب لو مشاركش في 40% من المباريات، نادي الزمالك يدي الإنبي 5 مليون جنيه. مش فاهم، طب المدير الفني مش مقتنع مثلا، طب المشكلة مش فاهمها. يعني ده هل ده معناه إن إنبي بيعمل كده عشان اللعيب مش هيشارك فمستواه هيقل فبالتالي مش هيعرف يسوقه؟ ما هي ما تجيش غير كده يعني، هي ما تجيش غير ان امبي بيحافظ على مستوى اللعيب عشان لو حب يبيعه. ما هو ده التفكير اللي يجي في دماغك على طول اول ما تسمع خبر زي ده. بس المهندس ايمن الشرابي يحط بنود غريبه غريبه جدا بصراحه في تعاقداته، حط حاجات غريبه كده اول مره نسمع عنها يعني. المهم الكابتن حسين لبيب هو يبقى رئيس بعثه نادي الزمالك في السوبر الافريقي في السعوديه ان شاء الله، وبعثة نادي الزمالك هتتكون من 40 فرد.